قارب 10 وزارات. خلينا ننتقل لزميلنا ابراهيم، نقول اسعد الله صباحك ابراهيم. صباح الخير ابراهيم، حياك. صباح الخير محمد وصباح الخير لوجين. طبعا زي ما انتم عارفين انا موجود في قصر الثقافه بحي السفارات هنا بمركز الملك سلمان لابحاث الاعاقه، ومثل ما ذكرت هناك ايضا 10 وزارات راح تتواجد في المشاركه لتطبيق برنامج سهوله الوصول الشامل للاعاقه بجميع اشكالها، الاعاقه الحركيه، الإعاقة السمعية، الإعاقة النظرية، أيضا الإعاقة الفكرية. العديد من المشاركين أيضا في هذه الوزارات عدة، طبعا لو نذكر منها طبعا أبرز الوزارات المشاركة معنا: الشؤون الإسلامية، الخدمة المدنية، أيضا الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة التعليم، الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، عدة من الوزراء المشاركين لمتابعة هذا البرنامج. لكن الأجمل من ذلك راح يتكلم عن هذا الموضوع، عن ورش العمل والأجندة التي تطرح في أعمال هذه الورشة. يسعدنا أن نلتقي مع الدكتور سلطان بن تركي السديري، المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. نشكره وش على طيب قلبه وتواضعه وتواجده وابتسامته أيضا الجميلة اللي ليس مستغرب عليه. طبعا دكتور الله يعطيه العافية، نرحب فيك عبر برنامج صباح السعودية. مركز الملك سلمان اليوم يحتضن عدة وزارات للتحدث لبرنامج تطبيق سهولة الوصول لخدمة الإعاقة بأنواعها. نرحب فيك، أنتم طبعا الوجه الذي سيتحدث أو الشخص الذي يتكلم عن هذه الأجندة. تفضل دكتور ومعك المايك. صباح الخير. بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، تم التواصل مع عدد من الوزارات لتفعيل برنامج سهولة الوصول الشامل الذي أقر من المقام السامي قبل عدة سنوات، وذلك للحصول على النتاج الأمثل لدمج الجميع في المجتمع، وذلك من خلال البيئة العمرانية والوسائل المختلفة لضمان تمكين المعوقين بالدرجة الأولى لأن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. طيب في خلال تواجده طبعا انا مفروض اكون زملائي الكرام بالاستوديو وايضا مشاهدي الكرام عبر برنامج صباح السعودية انه موجود في ضمن المؤتمر، ولكن ايضا لاحتضان القاعة طبعا اعتقد انه الورشة مغلقة بتواجد بعض الصحف والاعلاميين المختصين بس للمشاركة. اللي اليوم المشاركين، ما هو هدف الاحتضان مثل هذه الوزارات لتقديم سهولة التطبيق لهذا البرنامج؟ وما في شك حسب توجيهات المقام السامي بتطبيق برنامج سهولة الوصول الشامل الذي بلوره مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، هذه الحلقة هي لوضع آلية للتعاون والتكامل بين الإدارات الحكومية المختلفة لتطبيق البرنامج. طيب دكتور، من خلال مشاهدة طبعا للبرنامج أو ورش العمل والأجندة التي تطرح في هذه الورشة، شاهدت أن هناك بعض الوزارات حددت وبعض الوزارات لم ما راح أقول أهملت إن صح المعنى، لكن راح أتكلم عن أنه هناك وزارات لا أهمية وجودها، هناك وزارات لم تذكر في هذا البرنامج. هو الجميع مهم والضمان وجودهم. هذه الحلقة الأولى، سيكون هناك ورش عمل أخرى، ولكن في هذه المرحلة رأينا أن يكون هناك الوزارات المهمة مثل الشؤون الإسلامية لتهيئة المساجد للمعوقين، وزارة التربية، وزارة الصحة، هيئة السياحة على مدى سنوات بدأت بتطبيق سهولة الوصول في جميع التراخيص للمناطق السياحية والدور. الدكتور طبعا أنا أشاهد اليوم هناك أيضا زي ما يقولوا باللغة العامية في الخاطر الكثير من العبارات التي ممكن تنتاب لخدمة هذه الفئة الغالية من جميع الإعاقات. اليوم أنت رسالة توجهها لبعض الوزارات التي ممكن أن تكون في محتضنة أو كلها النصيب للمشاركة في تقديم أبرز الأجندة وأبرز البرامج لتسهيل هذه الخدمات للمعاقين بأنواعه. هو برنامج سهولة الوصول ليس خاص بالمعاقين ولكن خاص بالجميع، هو تسهيل البيئة للجميع للانخراط كمجتمع متكامل. ما في شك أنه هذا البرنامج سيكون إضافة مهمة تجعل المملكة من الدول السباقة في هذا المجال. هذا البرنامج هو برنامج فريد من نوعه في العالم، تم استقطاب عدد من الخبراء من جميع أنحاء العالم والاستنارة بالتجارب الموجودة في الشرق والغرب لجعل البيئة صديقة للجميع. دكتور الآن بعد دقائق معدودة راح تنطلق أيضا وينطلق البرنامج لورش العمل للنقاش على هذه الأجندة، كلمة تود تطرحها في ختام هذا اللقاء حتى لا أطيل عليك تواجدك معنا أو مع
الوزراء مشاركين أو أبرز الشخصيات المشاركة من أبرز الوزارات؟ المشاركون هم المهتمون في برامج سهولة الوصول الشامل والذين اختيروا من قبل الوزارات المختلفة لتمثيل هذه الوزارة. الأهم هو أن نعمل كفريق واحد لإظهار أهمية هذا البرنامج وسهولة الوصول للجميع. أول شيء كل الشكر لك دكتور سلطان بن تركي أسديري، المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، على تواجدك معنا. رغم أنه أودي أتحدث وطبعا المدح في وجه يقوم مذمة، لكن أقسم برب الكعبة أن هذا الرجل وقف معي أكثر من نصف ساعة والورش بدأت عملها، وهو المستشار والمتحدث والشخص البارز لاحتضان هذه الوزارات والمشاركين في البرنامج. شكرا لك على طيب قلبك وتواضعك. الله يسلمك، واجبنا. شكرا. زي ما انت شايف اخوي محمد وزميلتي لجين، تحدث الدكتور سلطان بن تركي عن هذه البرامج وهذه الخدمات تقدم لجميع فئات المجتمع من الإعاقة، سواء كان إعاقة حركية كفيف من إعاقة فكرية. اليوم نشاهد ما شاء الله مشاركات أكثر من 10 وزارات ما شاء الله لتقديم أبرز البرامج التطبيقية لسهولة الوصول لخدمة هؤلاء الفئة. شكرا لزملائي هيثم، شكرا للزميلة أمينة. طبعا عندنا لقاء أيضا، لو سمحت لي زميلي مخرجنا وزملائي، عند تفضل معي، معنا الدكتور علي، الدكتور علي العضيب طبعا من الوزارة، من مركز الملك سلمان، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مدير قسم الأبحاث. اليوم أنتم ما شاء الله تحتضروا كثير من المشاركين من الوزارات، أنتم تنظرون هذا البرنامج لنظرة مستقبلية، حتى نتكلم بجانب عفوي، ايش الابرز راح يطرح اليوم في ورش العمل للنقاش على هذه البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اشكركم على الحضور واتاحه الفرصه لنا جميعا للتحدث عن هذا البرنامج. برنامج الوصول الشامل هو ببساطه اتاحه البيئه سواء العمرانيه او البيئه المحيطه فيها لاستخدام الجميع. جميل. سواء من شخص معاق او شخص يحتاج الى بعض الطرق مثل كبار السن، مثل الحوامل وغيرهم من الأشخاص. في الورشة هذه إن شاء الله هو تكمل لما تم في السابق واستكمال لدفع البرنامج لعملية التنفيذ بالتكامل مع الوزارات المعنية. هناك عديد من البنود، منها عملية التدريب والتطوير للأشخاص المهتمين داخل الوزارات، وكذلك العمل على إيجاد آليات في الجودة والنوعية والمتابعة. هذه كلها من الأشياء اللي راح تطرح. تحملني دكتور علي، الآن مع هالنقاشات ومع هالاجتماعات ومع هذه الأشياء المشاركة أو الوزارات المشاركة، متى سيتم تطبيق مثل هالبرامج حتى تخدم الجهة؟ ممكن الآن يتابعنا كثير من المعاقين سواء الكفيف أو الإعاقة الحركية أو الفكري، متى راح تطبق مثل هالبرامج؟ تطرح، تناقش، يكون هناك تفاهم ورش عمل، متى راح تطبق وما هي حقية المعاق لمعرفة مثل هذه البرامج لمعرفة حقوقه؟ هذه طبعا واحدة من الأهداف اللي نطرح منها إن شاء الله أنها تطرح اليوم وتناقش مع الجهات بإيجاد جدول زمني معد من قبل هذه الجهات تلتزم فيه أمام الوزارات المعنية وتلتزم فيه أمام الجمهور. فنحن إن شاء الله بصدد طرح هذه المواضيع اليوم إن شاء الله. شكرا دكتور علي، يعطيك العافية على حسن التواجد وطيب قلبك، الله يعطيك العافية. طبعا لو تسمح للمخرج، ما عندنا وقت، نقدر نطلع مع ضيف ثالث أخير، ضيف أخير نختم فيه لقاءنا، تفضل معنا. طبعا معنا المهندس سليمان محمد البحيري، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، المشاركة لحقوق المعاق الحركي. طبعا نروح فيك عبر شاشة القناة الأولى تلفزيون سعودي في برنامج صباح السعودية، بس لو تقرب لي شوي، الله يعطيك العافية. اليوم أنت الآن ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية، إيش أبرز الأشياء اللي ممكن تحدث عنها لدور المعاق وحقوقه في هذا البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر مركز الأمير سلمان على هذه المبادرة، طبعا هذه ما هي المبادرة الأولى، المبادرات من عدة سنوات في هذا المجال، وأصدر أو سعى إلى إصدار عدة أدلة للوصول الشامل، منها في المجال المعماري وفي مجال النقل وفي مجال السياحة وكذلك في المجال البحري. كذلك سعى إلى أن يكون المشروع هذا وصول الشامل إلى مشروع وطني، ونوقش في هيئة الخبراء واعتمد من المقام السامي مشكورا. فوزارة الشؤون الاجتماعية كانت مشاركة في هذا البرنامج وأيدت أنه يكون مشروع وطني، وكذلك كانت شاركت في عضوية اللجان. طبعا المشروع ما نشأ من الصفر، له عدة سنوات، فشاركت في عدة لجان على المستوى
سواء المهندسين او على المستوى العالي. انت الان خير ممثل طبعا حسبك والله حسيب لي المعاق الحركي من وزاره الشؤون الاجتماعيه. هل هناك نقاشات تم نقاشها من قبل واليوم راح تناقش بطريقه مختلفه؟ هل هو سوف تبحث عن اهميه الاشياء التي ممكن يعني يتجاهلها المجتمع او بعض الوزارات المشاركه؟ طبعا زي ما قلت لك ان الادله صدرت من فتره وعممت على الوزارات وعلى الجهات الحكوميه، والمركز الامير سلمان سعى الى امراء المناطق وعقد معهم اتفاقيات، فبدا تطبيقها من فتره. ونحن في وزاره الشؤون الاجتماعيه بدانا نعمم الادله هذه على المهندسين الاستشاريين وعلى المقاولين، ونفذناه في مشاريعنا الجديده، وكذلك مشاريع القائمه بدانا نهيئها من جديد. لكن الآن الورشة المعقود فيها الآن أو الهدف منها هي مناقشة كيفية تطبيقه بصورة أفضل، ونسعى إن شاء الله أنه يكون تطبيقه أو يكون إلزامي، يعني أنه يصدر أمر سامي أو يصدر بأنه يكون أمر إلزامي وليس خياري، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلزامي، هذا وهو المفترض يعني. نعم نعم. يعطيك العافية، شكرا لك على تواجدك معنا. الله يحييك، شكرا لكم. شكرا. زي ما سمعت زميلي محمد ولجين الذكر من الجهات المشاركة من الوزارات أنه هذا البرنامج إلزامي وليس تطبيل للمشاركة في موضوع وضع اجتماعات او اجنده تناقش. هناك بعض البرامج، والجميل انه هناك ليس هناك يعني الا ان يطبق هذا البرنامج لمعرفه حقوق المعاق بجميع انواعه. شكرا لجميع من شاركنا، هذا كان لقائي معكم زملائي ومشاهدي الكرام، لكم الصوت والصوره زميل محمد رجين.